وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب بغداد نظمت ندوة حوارية بمناسبة انطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. نحن بهذا الصدد كدائرة علاقات ثقافية لنا دورنا الواضح في الحياة الثقافية، نسعى ونأمل إلى تحقيق المساعي الدولية وأيضا المساعي المجتمعية لنجعل المرأة محورا ومرتكزا أساسيا في الحياة الثقافية. هذه الأيام يجب أن نعمل عليها ونعلي صوتنا جميعا، وإن شاء الله يعني في مثل هذه الندوات والمؤتمرات يعني نعمل على توضيح الأوجه العنف ضد المرأة وصور هذه العنف هذا العنف، وإن شاء الله نعمل على يعني التقليل منه على الأقل تدريجيا إلى أن يتم القضاء عليه بشكل كامل. الندوة تمحورت بشرح أسباب العنف وأشكاله الذي تتعرض له المرأة وإيجاد حلول مناسبة لتفادي تأثيره على النساء من الجوانب النفسية والصحية للتمكن من بناء مجتمع سليم بمشاركة المرأة. احنا في كل ندوة حوارية او جلسة حوارية هناك توصيات تخرج من خلال الجلسة الحوارية، من خلال المناقشات، من خلال المداخلات، يتم رفعها الى الجهات المعنية للاخذ بها بنظر الاعتبار، وكذلك توعيتها بالقوانين واللوائح التي تحفظ حقوقها وتصون كرامتها. اختتمت الندوة ببيان اظهار قدرة المرأة على المشاركة في بناء مجتمع ثقافي وإنشاء جيل ذو قدرات علمية وثقافية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، هدي الجمال، العراقية، بغداد.